فيروس كورونا الذي أغلق كبرى المدن العالمية لم يجبر الإنسان فقط على العزل المنزلي، فحتى الحيوانات فرض عليها ذلك العزل في حقولها. طبعا بزاري زار إحدى المزارع في شمال فرنسا وأعد لنا التقرير التالي. هذا إسطبل لتدريب الخيول بكافة أصنافها هنا في أقصى شمال فرنسا، لكن فيروس كورونا شاء أن تحجر تلك الحيوانات مع مدربيها لتمارس طقوسها اليومية داخليا. فالخيالة عدي ومربية الخيول إيف ماغين يدربان خيولهما داخل الحظيرة، كما يخرجانهن إلى الحقول خلسة. فالقانون الفرنسي يمنع خروج الحيوانات للترويض بالرغم من أنها تحتاج للتدريب اليومي للمشاركة في مسابقات عالمية. بسبب طبعا قلة الحركة، هذا الشيء يعني خلانا نعطي أكل أقل لأنه الخيل عم تحرق سعرات أقل يعني. الخيول محصورة هنا في هذه الحظيرة، آمل أن تستعيد قوتها للمشاركة في البطولات. أما غربا فضربة كورونا الموجعة للإنسان والحيوان أثرت على الخراف وراعيها. عائلة يانيك التي تربي الخراف منذ 4 أجيال في إقليم البريتاني ضربها كورونا اقتصاديا، إذ لا يستطيع هذا الراعي بيع خرافه التي أصبح وزنها يزيد عن 27 كيلوغراما بسبب حظر التنقل والعزل الجماعي. خراف تقدم لحومها على مائدة أشهر الطهاة الفرنسيين، يأمل مربوها أن تحل أزمة العصر كورونا قبل أن تموت تلك الخراف في هذه الحقول. لا يوجد سوق لبيع خرافي، فالمطاعم مغلقة وحوانيت الجزارين وكذلك المستهلكين لا يطلبون لحوما لفترة أعياد الفصح، ما يقلص أرباحنا بين 40 إلى 60% هذا العام. ليث بزاري، العربية، من إقليم بريطانيا، فرنسا.